الاهلي عنده ميزه بيفتقدها لما بيطلع بره، الاعلام بيتسلط عليه بشكل كبير جدا، وعنده ميزه ان جمهوره موجود معاه في كل حته. فالنهارده لما بتطلع بره مصر المستين دول مش موجودين، فعشان كده لما جينا لعبنا في جوهانسبرج احنا ما كانش عندنا قلق من المباراه خالص، لان انت عارف اما بتيجي تلعب هنا في القاهره ساعتها ما كانش في حاجه اسمها جمهور ممنوع، كان ساعتها جمهور النادي الاهلي بتلاقي كل النص بتاعه مقفول، بل بالعكس كان ممكن يبقى زياده والناس موجوده وبتشجع من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. لما بتشيل منه الميزه دي بتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للعيبه. الجماهير في وقت من الاوقات بتبقى اداه ضغط، انت عارف انت اداه ضغط عليك لما بتيجي ما بتجيبش جون او بتتهزم بتلاقي الجماهير بتزمزق، هو عنده لا عنده ممكن الجماهير تبقى واقفه جنبه لغايه اخر دقيقه. فلما لعبناه في جوهانسبرج الميزه دي مش موجوده. عندنا ميزه ثانيه ان انا كنت بلعب قبلها مباراه هناك مع كايزر تشيفز في بطوله افريقيا، فاحنا عارفين الاجواء ان في نقص في الاكسجين. الناس هناك في جوهانسبرج نفسه الجمهور عرفنا عشان احنا لعبنا قبلها بفتره مع كايزر تشيفز هناك، كنا اول فرقه من مصر وتروح بعد ما كان في مقاطعه لجنوب افريقيا ما كانش في ماتشات بتتلعب هناك، فاحنا اول فرقه رحنا، فالناس استقبلونا بقى بالمزمار والرقص والحاجات كده عندهم اللي هي حاجات بتاعتهم هم، فاستقبلونا في المطار، فالناس عارفانا ما كنا بنلعب كايزر تشيفز وخرجناه بالبطوله. فمعظم الجماهير كانت في المدرجات كانت معانا احنا مش مع النادي الاهلي، اللي هي القله القليله اللي كانت موجوده كانت بتشجعنا احنا، مع كمان ان احنا ميزة الاكسجين مع هم مش متعودين على الاجواء، وكمان الطرد اللي حصل بتاع محمد يوسف في المباراه دي برده اثر عليهم بشكل يعني شويه كده. والحمد لله قدرنا ناخد بطوله، بطوله غاليه لان كانت اول بطوله سوبر بالنسبه لنا في مصر، واول بطوله تتعمل ساعتها في الوقت ده، كان فرقتين من مصر واول مره نقابل النادي الاهلي بره بطل افريقيا بطل الدوري بطل افريقيا بطل الكاس، فبالنسبه لنا دي كانت بطوله غاليه ودي من اغلى البطولات اللي عندي في حياتي. يعني المشكله كلها ان رضا بعلي اول ماتش لعبه اهلي وزمالك، فانت لازم تبين ان انت كفرقه مش واقف على حد، يعني لازم تبين ساعتها في المباراه دي ان انا هكسب. وحتى رضا لعب المباراه دي، كابتن رضا لعب المباراه دي والحمد لله ان احنا نفوز بالبطوله، وساعتها كانت بالنسبه لنا كبيره جدا اكثر من حاجه، انك بتقابل اهلي وزمالك بره مصر، انك انت بتقابل اهلي وزمالك في نهائي في سوبر افريقيا، دي اول مره تاخده في تاريخنا. تاني حاجه انك انت بتكسب ورضا بعلي موجود مع النادي الاهلي، لان ساعتها دي كانت برده كانت حاجه بالنسبه للفرقه كانت صعبه، ان هو كان من احسن اللعيبه اللي موجوده بصراحه في الوقت ده، وكان مشانه من نادي الزمالك كان صعب، فلازم تثبت انت فرقه ان انت نادي الزمالك، ان انا الفرقه او النادي ما بيقفش على لعيب. فقدرنا ان احنا نفوز بالبطوله الحمد لله ونكسب بطوله غاليه علينا يعني.